دكتور جلال حسين عارف، أستاذ طب الأطفال، وكنت قبل كده رئيس القسم، وكنت وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب، وحاليا إميريتس بروفيسور أو أستاذ على المعاش بقى زي ما بيسموه. الإسهال في الأطفال خصوصا في السن الصغيرة يا إما من فيروسات، إسهال طبعا العدوى يعني، مش الإسهال اللي هو سببه أكل غريب أو أكل مش مناسب للسن أو كده، لكن معظم الإسهال في الأطفال بيبقى فيروسي، والفيروسات دي بتعمل التهابات في الأمعاء الدقيقة وبتعمل الإسهال وقد يسبب الجفاف والوفاة. فلقوا إن معظم أسباب الفيروسية بتاعت الإسهال هي روتا فيروس، وسموه روتا لأنه عامل زي العجلة، والروتا فيروس ده عملوا له طعم حي ومروط يعني اتينيويتد لايف اتينيويتد، وبيتعطى بالفم مرتين، مرة في الشهر الثاني والثالثة بعدها بشهرين، في أربعة أو في ثلاثة وخمسة، المهم يكون خلصنا منه قبل سن 7 أشهر، لأن بعد 7 أشهر له بعض المضاعفات الجانبية.